فريق اختلف اداؤه عن السنه اللي فاتت، فريق الترجي، وده واضح من مباراته امام الزمالك. الترجي لسه على الاقل خسران، في النص ساعه الترجي الاولانيه خسران لسه من اتغلب من الصفاقسي. خسران يعني مش الصفاقسي ولا النجم الساحلي يا جماعه؟ النجم الساحلي، النجم الساحلي. النجم الساحلي، خسران من النجم النجم الساحلي. النجم الساحلي. ففكره مباراه زي كده كابتن، التعامل بقى معاه ازاي مع وجود كارترون في اولى مبارياته بقى مع نادي الزمالك بعد عودته. بس خلينا نتكلم عن مباراه الزمالك اللي هي في تونس. الزمالك هو اللي خسر نفسه بنفسه، او اللعيبه اللي كانت متواجده و كانت يعني في ما كانش في التركيز بتاعهم اللي يقدر يتعامل مع مباراه. تعاملوا على المباراه لاني انا كسبت الترجي كذا مره 3-1، فاهم قصدي؟ فالموضوع افتكروا ان المباراه اللي زي ديت ملهاش مقياس خالص. رجوعه في التوقيت ده عشان مباراه زي كده. بس خلينا نتكلم على ناحيه الاستقرار، انا ضد عوده كارتيرون اصلا، تمام، بس من ناحيه استقرار بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، لان المباراه مهمه وهي اللي هتقدر يعني، مش المباراه دي بس بالذات يعني، خد بالك انت عندك مباراتين بعديها، مباراتين مهمين جدا لنادي الزمالك لا بديل عن فوز، خصوصا كمان نادي الزمالك اخر مباراه ليه هيلاعب مولوديه، ومولوديه من الفرق المميزه جدا في الفتره الاخيره، وعنده فريق وعنده نوعيه لعيبه كويسه جدا، ومن ضمن السوء حظ نادي الزمالك انها تبقى اخر مباراه على ملعب مولوديه، فالامور صعبه. هي البدايه مباراه الترجي، وبتمنى اللعيبه هي زي ما دخلت نفسها في الموقف الصعب ده، هم اللي يقدروا يخرجوا نفسهم في المرحله اللي جايه يعني. اما كارترون عودته، لا انا ضد عودته. مدرب كويس وكل حاجه وكان عامل موسم كويس، بس تخلى عن نادي الزمالك في وقت، وما زلت عند رايي يعني ان هو يعني هو السبب في هزيمه نادي الزمالك في بطولة عدم أفريق. الفوز ببطولة افريقيا. طيب اديني تشكيل ممكن يشتغل بيه كارترون بعد عودته بقى كابتن والمدة القصيرة. لا انت مش عارف تشكيل نادي الزمالك؟ لا مش اقصد يعني، فين القايمة اللي موجودة هي يعني؟ طب هات لي القايمة. هو لسه ما اعلنوش عن القايمة اصلا. ما مش هتخرج عن اللعيبة اللي خرجت عن يعني مباراة الترجي الأخيرة يعني. طب ابو جبل، طب ولا ممكن مع شكرا. تغيير مثلا يبقى عبد الله جمعة مثلا. اديني ابو جبل ولا جنشتاين. بص انا طبعا مش مدرب حراس مرمى يعني، هما الاثنين خلينا نتكلم، انا يعني الاثنين بحبهم جدا، هما يعني من عزاز على قلبي، من الشخصيات اللي بحبهم جدا، هما الاثنين اسوأ من بعض في الفتره الاخيره. ابو جبل وجنش مش في حالتهم ومستواهم. او اعتماده هيبقى على مين مثلا من وجهه نظرك؟ هو دايما كان بيعتمد على ابو جبل كارتيرون، ما كانش بيغير تقريبا. لو بالشكل ده ممكن ابو جبل هو اللي عودته مره اخرى. طيب الخط الدفاع، وانا كان يعني في عندنا معلومه خاصه بعبد الشافي ان هو يبقى موجود في القائمه، هل بعد عودته بعد فتره طويله يعني هل اعتمد عليه؟ لا صعب، صعب يشتغل بمين؟ طيب لا هو عبد الله جمعه هو الافضل يعني. عبد الله جمعه قلبي عبد الله وحازم امام، اعتقد حازم امام رجل صح؟ حازم امام موجود. طيب هو الافضل عبد الله جمعه وحازم امام. حازم امام بيلعب في الجزء ناحيه اليمين، ممكن يعني مع ناس كتيره جدا بتختلف على لعبه، بس هو افضل من المسلوسي يعني. يعني حمزه المسلوسي مع احترامي يعني انضم لنادي الزمالك، ما ملوش اي اضافه ولا من ناحيه هجوميه ولا ناحيه هو المسلوسي مصاب اصلا. ما هو مصاب مش مصاب، هو يعني ملهاش علاقه. انا بتكلم على اداء، انا بتكلم على قبل الاصابه. تمام، ماليش دخل يعني، هو ما اضافش لنادي الزمالك وشايف ان هما الاثنين هما الافضل يلعبوا في الحته دي. تمام، مع تواجد الونش وعبد الغني. وعبد الغني هما اللي يبقوا في قلب الدفاع. طيب هما بص خلينا نتكلم، خلينا نبعد عن الخطا بتاع عبد الغني في مباراه الترجي اللي هو ضربه جزاء. الكره يعني المواقف اللي بتحصل دي ما بتتكررش غير يعني ممكن مره كل مثلا 10 سنين، لان الموقف بتاع الكوره نفسها ما يتقالش خطا من عبد الغني، هي الكره مشتركه عاديه، فطبيعي ان انا جاي لي على مهاجم فهقف قدامه، فده شيء طبيعي، بس هو من سوء حظه ان هو الكره عدت وخبطوا ببعض، فما ما يعتبرش خطا. اما هو انت بتفضل، انت بتفضل محمود بتفضل عبد الغني وعلى الونش، بس دايما كان بيعتمد كارتيرون على محمود علاء. والله بص هو يتحمل يعني، بالك انا اعتقد ان بالنسبه لكارترون مش فارق معاه يعني، لان هو لو كان فارق معاه من البدايه كان يعني ازاي بقى الراجل راجع بقى هيما بقى وعايز ياخد بطوله افريقيا بقى مع نادي. والله هو بص هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدر يعني لو عملها، ورغم ان الموضوع مش صعب، بس في نفس الوضع انا مش
مش من المساند ليه يعني، مش من المدربين اللي انا ساندهم، لان انا في واحد من ضمن في اوقات معينه كنت بتكلم عليه بشكل كويس، بس انا الموقف اللي حصل واللي عمله لا ما بصراحه انا واحد فاقد الثقه فيه. تمام. ممكن في ثانيه يسيب نادي الزمالك تاني. طيب بصراحه يعني لو جاله عقد كويس يعني يبقى ده ممكن في ثانيه. طيب اديني الاثنين في نص ملعب يا ابراهيم، او النص ملعب بتاع نادي الزمالك مش شرط. بص انا يعني حابب يعني هو الافضل يعني، انا مش حابب ان ساسي يلعب هو وطارق حامد في نص الملعب يعني، طارق حامد واسمه ايه ده امام، امام عاشور افضل. تعرف ان امام بقى ما لعبوش خالص كارتيرون اثناء وجوده، ما لعبوش خالص خالص. الولد ماشي في الفتره الاخيره كويس مش هو بس هو ما يعني ما يعني هو الافضل. بص ساسي بيفتقد الناحيه الهجوميه لما بيلعب هو وطارق حامد في نص الملعب، لان نوعيه ساسي يعني انت مش عايز تلعب ساسي خالص ولا لا يلعب بس مش يلعب هو وطارق حامد في نص الملعب يعني، يعني يلعب قدامهم يعني يلعب مثلا امام عاشور وطارق حامد وقدامهم ساسي مثلا هو ساسي دي هي الحته اللي فات صراحه امام سيراميكا كليوباترا هو واشرف بن شرقي كانوا يعني عاملين شغل عالي. انا بقول لك هو هي دي المنطقه بتاعت ساسي، هي دي المميزه فيه، انت بتدخله في مركز تاني ساسي ما بيبقاش موجود، وخصوصا كمان ساسي في المباريات اللي هي اللي بتبقى مقفوله في نص الملعب ومضغوطه ما بيظهرش. طيب اديني بقى الثلاثه اللي قدام. هيبقى بن شرقي وزيزو لو في حالاته. زيزو بعيد تماما. ده انت لو بتتكلم على ان ساسي بقى موجود هيبقى على مكان اوباما بقى. هيبقى مكان اوباما. يعني ممكن اوباما مكان زيزو. يعني زيزو ما يلعبش؟ لا زيزو من الفتره الاخيره مصاب بعيد تماما. وقدامهم في الكرس حربة اسامه فيصل. اسامه فيصل هو الاقرب يعني. هو الافضل يعني، مش خصوصا كمان هو كان بيلعب يعني، فبس بعد كده بعد المفروض ان هو كان ياخد ال زي ما بيتقال ايه البوزيشن بتاع مصطفى محمد بعد رحيله، ففوجئت برضو ببعده عن المباريات دي، كان برضو عليه علامه استفهام يعني. طيب انت لو مكان كارتيرون تشتغل ازاي من بدايه اللقاء يا كابتن ابراهيم؟ يعني تقسم الماتش ازاي؟ اقدر اقسمه من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه هجوميه، ازاي ان انا ابقى مامن نفسي دفاعيا عندي مقومات لعيبه. لا انا مش قصدي كده. مش قصدي انا هل تفضل ضاغط لازم من اول الماتش لغايه اخره؟ طبعا ضاغط يعني من نص الملعب لغايه لما تحقق الهدف يعني. ما ينفعش تلعب زون ديفنس ابدا يعني. لازم تبقى ضاغط، وخصوصا كان فريق الدرجه عنده لعيبه كويسه، لعيبه كوره، وفي نفس الوضع عنده بعض الاخطاء الدفاعيه. ونادي الزمالك ما استغلش الفرصه. ما هي دي بقى في الماتش الاولاني ان هو في ظل ما هو كان راكب المباراه في اخطاء دفاعيه بشكل كبير جدا فريق الترجي، بس هم من نوعيه لعيبه الكوره كويسه. يعني بص فاروق زي ما بيتقال ايه، ممكن تكون امكانياتهم مش عاليه قوي، بس هو بيعرف يقف كويس يعني، منظمين. يعني بيعرف يتمركز كويس، بس هم كامكانيات ممكن امكانيات مهاجمي نادي الزمالك افضل بكتير، بس هم من اللعيبه اللي بتقف ومن نوعيه المساكين اللي هم رخمه زي ما بيتقال يعني. تمام. مش يعني مش تعدي منه بسهوله. فهم عندهم اخطاء دفاعيه، بس هم فريق الترجي برده معاهم مدرب كويس بصراحه. وعنده نوعيه لعيبه كويسه جدا، بيعرف يتمركز وبيعرفوا يلعبوا كوره كويس. تمام. فالمباراه هتبقى صعبه، عشان كده لازم الزمالك يكسب الماتش ده. كابتن نعم الزمالك يكسب الماتش ده. هو في قول لي يعني اللي انت شايفه مع عودة كارترون والراجل بيكسب الترجي كسبه يعني عنده. بص هتبقى يعني زي ما قال كده ايه بيدي امل بشكل كبير جدا لجمهور نادي الزمالك وللعيبه، وبيقدر يفوق لعيبه نادي الزمالك. مفيش بديل غير الفوز. طيب تعادل يعني خلاص الزمالك كده خرج بره تمام. رجعنا بقى لفقره الكومنتس معاك كابتن ابراهيم.